هلا بدنا نستعمل ال Q وال R عشان إيش اللي بقدر أعمل ب Q و R أول إشي ال relative values تبعت Q و R بتحدد لي النسبة قوة الانرجي قديش بدي أتحكم بالانرجي أو الكوست أوف كنترول اللي هي U square وقديش بدي أتحكم في البرفورمانس أحسن البرفورمانس اللي رح نعمله الآن هو المختلف عن اللي عملناه المرة الماضية. المرة الماضية أخذنا identity matrices، المرة هاي رح نعمل إشي مختلف. شوفوا إيش رح نعمل الآن هون. فلو أخذت Q الآن Q إيش بتساوي؟ مش identity matrix، شو اختلف فيها المرة هاي؟ فيها gain عالي هون. لمين هذا الجين العالي؟ فكأني إيش عمالي بقول؟ بدي البرفورمانس تبع X1 يكون أحسن من البرفورمانس تبع X2 و X3. بدي X1 تروح للقيمة تبعتها قبل X1 و X2. هلا طبعا هون صعب نفهم ليش، بدنا نشوف السيستم الحقيقي. بدك تطلع على السيستم الحقيقي وتقول آه واضح هون ليش X1 أهم، في أسباب معينة بالكنترول. إذا هون ما ساوينا بين كل الـ variables بالـ state variables، أعطينا أولوية أعلى لـ X1 مقارنة بـ X2 و X3. بس مش بس هيك عملنا، نطلع على R، صغرنا قيمة R. كأني عمالي بقول كمان إنه الإنرجي مش كتير مهمة أو الكوست أوف كنترول مش مشكلة كبيرة. فالكوست أوف كنترول بالنسبة لكيو واحد على مية تقريباً، اللي هي قيمة منخفضة عملياً، كأني يعني أهملته هون وركزت أكثر على البرفورمانس تبع X1 و X2 و X3. بدي إذن لما بقول بدي البرفورمانس إيش يعني؟ بدي X2 تروح لزيرو بأسرع ما يمكن، وبدي X3 تروح لزيرو بأسرع ما يمكن، بس بدي X1 تروح لوين بأسرع ما يمكن؟ او R1 minus X1 تروح لوين باسرع ما يمكن؟ لزيرو. اوكي، الايرور بين R1 و X1 لانه انا مشغل X1 بريجوليتر بسيرفو مود و X2 و X3 مشغلهم ب سيرفو مود. X1 بسيرفو مود و X2 و X3 بريجوليتر مود. نشوف ايش الخطوه اللي بعدها الان. الان راح اصمم LQR، فال LQR راح اخذ الفاليوز اللي هون. هذا الانستركشن راح يعمل الان designing the LQR linear quadratic regulator بناء على Q و R و A و B. اعطاني القيم تبعت K، فلاحظوا حتى هون واضح انه K K1 قيمتها بالنسبه للثاني اعلى. اوكي، K1 هون 100، هاي راح تضرب K1 في X1 مزبوط، K2 في X2، وK3 في X3. مزبوط هيك الترتيب انا حاطه مزبوط؟ اه، مش هذا راح ينضرب في X الان؟ مين اول واحد راح يكون هون من الاكسز؟ X1 راح ينضرب في K1، K2، K3. إذا هي صممنا الـ LQR Linear Quadratic Regulator. هلا هو الإشي الناقص الوحيد هو مش عامل U، هلا بنشوف إذا بنقدر نعمل U. طيب، إذا هي هذا جاهز عند الـ Linear Quadratic Regulator. هلا بدي أطلع K1، السبب بدي أطلع K1 لازم أضرب B في K1 بسبب هاي اللي هون موجودة. احنا كنا نعمل نصحح الاوتبوت، متذكرين كنا نصحح الاوتبوت من هون؟ هلا لاحظوا انه هون من هاي هون يو بي رح تنضرب في يو، بس انا رح ادخل من برا مش كي 1 ار 1، رح ادخل من برا ار 1، فلازم بي اضربها في كي 1. فبنضرب بي الان هون في كي 1 عشان اصحح السكيل، ولا السكيل رح يطلع معي غلط الاوتبوت. طيب، ايه شو الاي هاي اللي بتساوي اي ماينس بي كي؟ ايش اللي عملناه هون؟ عم نطلع A الجديدة، مش هيك؟ A الجديدة شو بتساوي؟ A minus BK، مش هيك؟ لما بعمل بول بليسمنت مش A بتتحول بتصير A الجديدة، وعندي K1 K2 K3 استخرجت K1، الواضح الكل فاهم شو عملنا بK1 بتساوي K index 1، K ما هي فيكتور مضبوط؟ ايش الدايمنشنز تبعت K؟ كابيتال K 1 باي 3، فبدي استخرج هذول الواحد واثنين والثلاثة، منهم اللي بيهمني هو K1 لأنه بدي أضرب K1 هون في B، ما ضربتش هناك K2 لأنه فيش عندي ريجليتر، هذول ريجليترز مش سيرفو. إذا ناخذ الآن هلا هذا الجزء، راح آخذ هذول الأجزاء، وبعدين راح نعمل رن لبقية الها. هلا ممكن نتأكد إنه الأيجن فاليو، إيش الأيجن فاليوز الجديدة تبعت A؟ إيش صارت عندي A نيو؟ هاي A new. ايش كانت A old؟ هاي A old، مش هيك؟ تغيرت الـ Eigen values مظبوط مش تغيرت؟ نشوف I، شوف الـ Eigen values القديمة، صفر وناقص واحد ناقص اثنين. لو أخذنا الـ Eigen values الجديدة صارت، صار عندي هون كان هون ثلاثة ريل، واحد منهم في الأوريجن، هذول صاروا complex conjugate pair وماينس 10.2.
2. مش هيك واضح انه تغيرت البولز؟ هاي البولز الجديده رغم انه السيستم كان ستيبل بالاول. اوكي هلا نكمل الجزء الاخير اللي هو بس بدنا نعمل هلا هون رح نعمل فيكتور زمني تي من 0 ل 8 ثواني عشان اعمل رن، وراح اعمل هون ستيب سيميليشن ستيب ريسبونس، راح اطلع ستيب ريسبونس بعدين راح نعمل له بلوتينج ونشوف الاوتبوت اللي بيطلع معنا. فراح اخذ كل هاد نعمله رن. اوكي نطلع على الريسبونس اللي عندنا هون، هي اكس 1 اكس 2 اكس 3. هلا شو بتلاحظوا مختلف عن المرات السابقه اللي كنا نشوفها؟ كنا عاده دائما نشوف اكس 1 واكس 2 اكس 3 وين يروحوا؟ زيرو. مين اللي هلا راحوا على الزيرو؟ اكس 2 اكس 3 واكس 1 استقر على واحد وما في ستيدي ستيت ايرور. لو ليش فيش ستيدي ستيت ايرور؟ لانه السيستم تايب 1، لانه تايب 1 سيستم هون فما عندي ستيدي ستيت ايرور. فاحنا اللي عملناه هون اخذنا خلينا اكس 3 ترجع لزيرو واكس 2 ترجع لزيرو، وحتى كانه عمالنا بنحكي هون انه على حساب اكس 3 شوفوا اكس 3 شو صار فيها لوين طلعت؟ لخمسة فانحرفت في البداية. بس مين انا اللي بهمني اللي قلت انه بهمني اكثر من اكس 2 اكس 3 اكس 1 واكثر من الانرجي كمان؟ طيب لو بدي اعمل بلوتنج للانرجي ايش بدي اعمل بلوتنج لايش؟ ايش احنا كنا نقول اللي بيمثل الانرجي او الكوست اوف كنترول؟ ماينس